راس السنة على الجديد مش مثل أي سنة. طبعاً متفاجئين. جديد. إذا ماني غلطان هذا كان صوت دولة الرئيس سعد الحريري. هيك بقول. خلي عينك على الجديد. في عناوين نشرة الليلة: عون القضية ليست عسكرية بل سياسية. هاي كلها المخالفات صارت بس هلا ما بتصير ولا حدا بتاخد حق. وبري هناك دستور فليطبق ويستقبل السفير السوري. العدو الإرهابي والعدو الإسرائيلي كلاهما وجهان لعملة واحدة. بين 94 و2001 حقوق محفوظة وأخرى في الحفظ. ضرب هيبة القضاء غير منفذة أحكامه وتحكم مشيئة الفريق الخاسر في الدعوة إذا كانت الدولة ما بتنفذ. أرقام مجهولة تغزو هواتف اللبنانيين فاحذروها. لأنه عند الاتصال بهذا الرقم رح يتم تشريجهم اتصال دولي مش عادي، اتصال دولي عالي الكلفة كتير. تنسيق الرصاص في مناسبة الأعراس. طب هولي شو الميتين وسبعيناتين؟ لا يستحقون خطط؟ السنديانة الدمشقية لفن الخبر. اللي ما بيقولوا في لبي. وسان نيكولا في ترندز. ألو فخامة الرئيس ميشيل عون كيفك؟ هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. ورقة جديدة تسقط من جريدة وقلم ينكسر في ريعان محاولة لم تكتب لها الاستمرارية في زمن خبيث. تواطأ على الورق فغابت الاتحاد عن الصدور يومية مكتوبة. أزمة الصحافة المكتوبة وإن باتت محكومة بعوامل شتى، فإن أزمة المرسوم صارت كقصة إبريق الزيت، والمضمور المستتر فيها يكشف أن وراء أكمة الجبهة المفتوحة على العسكر ما وراءها. أمام أولياء الأمن قال رئيس الجمهورية ميشيل عون: بعد اليوم لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد. والمقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين، إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى. وأضاف: سنواصل إنصاف المستحقين، وقرارنا منح ترقيات كان للتعويض ولو جزئيا عن خلل حصل. وعن الإصلاح والتغيير قال عون: إننا نكافح الفاسدين والمرتكبين من دون تشهير، لأننا لا نسعى لشعبية من وراء ذلك. ليختم بالقول: لا أتطلع إلى ما تسلمت بل إلى ماذا سأترك. ويبدو أن تركة عون في خميس الأسرار حركت بحصة بري التي رست خلال لقاء الأربعاء على الاكتفاء بوصف ما يجري بالسخافات، قائلاً: إن المهم التطلع إلى ما يجري في فلسطين المحتلة ودعم الانتفاضة، إذ قال: اليوم ما من أزمة إلا ولها حل. وطالب بضرورة تطبيق الدستور بشأن مرسوم الضباط، معتبراً أن المهم هو ربح البلد والحفاظ على وحدته. وحده رئيس الحكومة سعد الحريري لا يحرك ساكناً في مستور احتجازه الذي بات مفضوحاً على صفحات جرائد الغربية وفي الكلام الواضح الذي أطلقه الرئيس الفرنسي ورئيسة مجلس الوزراء البريطانية ووزير الخارجية الألماني. الحريري فتت البحصة الكبيرة في موضعها ويرمي بحصها الصغير مشفر واحدة تلو أخرى، وآخرها ما خاطب به الشهيد محمد شطح في ذكرى اغتياله بالقول: كم أحتاج إلى حكمته وصلابته لكي يكون إلى جانبي في أزمة من أمر الأزمات في حياتي السياسية. مرارة الاختطاف انفجرت وما عاد الاختباء وراء الإصبع يجدي، فريحنا وارتاح. وتبقى قضية القدس وفلسطين المحتلة أشد مرارة في زمن الرهان العربي على وسيط أمريكي سقط قناع النزاهة عن وجهه
وشهد بالعين المجردة ينفذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة. تاريخه القريب شاهد على ما جرى بين العراق وكردستان، بين قطر ودول الحصار، بين حرب الوكالة التي تخوضها السعودية على إيران في اليمن. ليبقى قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الدليل القاطع على تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات الإسرائيلية. وللعرب الذين يستعدون لعقد اجتماع سداسي في الأردن برئاسة الجامعة العربية لبحث قضية القدس. لا يحمي القدس وفلسطين من جرائم أمريكا وإسرائيل إلا انتفاضة من قرار، وحل كن تفهمه أن الرهان على الكاوبوي الأمريكي رهان خاسر. رئيس الجمهورية العماد وفوداً من القيادات العسكرية والأمنية ويؤكد عدم السماح بهدر الحقوق. أمام وفد من قيادة الجيش برئاسة العماد جوزيف عون زاره مهنئاً بالأعياد، أكد رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون أنه سيواصل العمل لإنصاف المستحقين، لافتاً إلى أنه بعد اليوم لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد. خدمتكم هي لخدمة الوطن كله، وكل شيء بتسمعوه بالسياسة انسوه. ما حدا له حق يخصم سنتين من حياته للآخر، حياته المهنية. لذلك نحن وقت ناخذ رأي ناخذ قرار حتى على القليل نعوض ولو جزئيا عن خلل صار. بقى وقت اللي بدكم تسمعوا قرارات ونقاشات بتصير بالخارج المقصود منها غير حقوق، والأيام القريبة بتبين لكم أنه هيدي ما بتتعلق بحقوق عدم حقوق العسكر. صراع سياسي على غير مواضيع. قد كان هذا العام استثنائيا بكل ما للكلمة من معنى، إذ مر لبنان بمخاض صعب، لكنه في النهاية خرج منه معافا سالما. وأمام القيادات العسكرية والأمنية التي زارته مهنئة بالأعياد، شدد عون على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية التي انعكست إيجابا على السياحة الموسمية وتبدل النظرة الخارجية للبنان الذي بات يتمتع بثقة دولية أكبر، وأعلن مواصلة العمل لمكافحة الفساد. وقال بالأمس طلب أحدهم أحد الوزراء بإعادة 26 مليارا، فهل هذا مقبول؟ داعيا إلى عدم الأخذ بالشائعات وإلى طرح الأسئلة واستيضاح ما يقال عن هدر وسرقة وصولا إلى الحقيقة. وقال إننا نكافح الفاسدين والمرتكبين من دون تشهير، لأننا لا نسعى لشعبية من وراء ذلك. وتلقى رئيس الجمهورية تهاني قيادة المديرية العامة للأمن العام برئاسة اللواء عباس إبراهيم، وتهاني قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء عماد عثمان. والتقى للمناسبة وفدا قياديا من المديرية العامة للجمارك برئاسة المدير العام بدري ظاهر، ووفدا من المديرية العامة لأمن الدولة برئاسة اللواء طوني صليبة. إن المديرية العامة للأمن العام في أعلى درجات جهوزيتها للتصدي للخطرين الإرهابي الإسرائيلي ونظيره المتأسلم. إن خطة استراتيجية عم نقوم فيها لحتى نطور مؤسسة قوى الأمن الداخلي. هذه الخطة مبنية على رؤية واضحة إنه معا نحو مجتمع أكثر أمانا. أن نبقى جنودكم الأوفياء السعين إلى حفظ الأمن في لبنان وحماية الدولة ومؤسساتها من الفساد والإرهاب. نحن هلا عاملين خطة استراتيجية لمراقبة الحدود. هاي الخطة بدها أكيد دعم فخامتك ومجلس وزراء طبيعي لموضوع التكنولوجيا والتجهيزات. وأمام موظفي المديرية العامة في القصر الجمهوري والإعلاميين ولواء الحرس الجمهوري بقيادة العميد سليم فغالي وحضور السيدة الأولى، قال عون لا أتطلع إلى ما تسلمت بل إلى ماذا سأترك. بري بخصوص المرسوم، ما من أزمة إلا ولها حل، ويستقبل السفير السوري في بيروت. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة تطبيق الدستور بشأن مرسوم الضباط، معتبرا أن المهمة هو ربح البلد والحفاظ على وحدته، قائلا
ما من أزمة إلا ولها حل. بري استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي آملا أن تنعكس النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري ومحور المقاومة توازنا في المنطقة كلها. الإرهاب هو وجه آخر للعدوان الإسرائيلي، ولذلك الانتصارات التي تحققها سوريا على الإرهاب إنما تحققها على العدو الإسرائيلي أيضا، ولذلك الاستفزاز الذي يعبر عنه الإسرائيليون تجاه انتصارات سوريا على الإرهاب هذا يؤكد أن العدوين يشكلان عملة واحدة. واستضاف أيضا النائب عماد الحوت الذي قدم له باسم الجماعة الإسلامية هدية رمزية تقديرا لمواقفه الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية، هي عبارة عن لوحة لقبة الصخرة في القدس. ضباط دورتي 2001 و2002 ينتظرون إنصافهم على غرار ضباط دورة 94. مجلس شورى الدولة ينصفهم بالأحكام ووزارة الداخلية تستنسب التنفيذ. يدفع رئيس الجمهورية ميشيل عون القضاء ليكون الفيصل في الأزمة الناجمة عن مشروع ضباط عام 94 ويدعو المتضررين للتوجه إلى مجلس شورى الدولة للطعن، لكن في أدراج المجلس أحكام كثيرة تنتظر التنفيذ. إذا كان يحق لهؤلاء الضباط فعلا بأقدمية فأنه من باب أولى يتعين إعطاء الضباط المكرسة حقوقهم بأحكام قضائية قدر بإعطاهم أقدمية سنتين أن يتم تنفيذ هذه الأحكام، خاصة أن هذه الأحكام ما زالت طي الكتمان منذ أكثر من 10 سنوات رغم المراجعات المتكررة مع وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. أكثر من 10 أعوام على قرار صادر عن المجلس الدستوري بالإجماع على إعلان حق المستدعيين باعتبارهما ضابطي اختصاص وإعلان حقهما في أقدمية سنتين في الرتبة والراتب من تاريخ التحاقهما بالمدرسة الحربية ولم ينفذ، في حين أن الاستنسابية تتحكم بتنفيذ الأحكام أيضا، حيث أن وزير الداخلية استثنى تنفيذ عدد منها ووقع مرسومين في مطلع كانون الأول الحالي، الأول لمصلحة ظافر شرف الدين ورفاقه والثاني لمصلحة عادل عقل، وكل تأخير في تنفيذ الحكم يرتب على خزينة الدولة أعباء مالية. النتائج المعنوية والتمثل بضرب هيبة القضاء غير المنفذة أحكامه وتحكم مشيئة الفريق الخاسر في الدعوة إذا كانت الدولة ما بتنفذ وهي خسرة الدعوة، أما الأعباء المالية فتتمثل بالغرامات الإكراهية التي ستفرض على الدولة باعتبار أنه يحق وفق المادة 93 من نظام الشورى الدولة أنه يحق لأصحاب المصلحة الذين لم تنفذ أحكامهم بأن يتقدموا بمراجعة تسمى مراجعة غرامة إكراهية أمام مجلس شورى الدولة لإكراه الدولة وإجبارها على التنفيذ بغرامة أمام ديوان المحاسبة مقدارها الأدنى راتب 3 أشهر ومقدارها الأعلى راتب 6 أشهر. مصادر عسكرية تؤكد أن وضع ضباط دورة 94 يتشابه ودورتي عامي 2001 و2002، فضباط دورتي 2001 و2002 وعددهم نحو 90 جميعهم مجازون، واقترح لهم 1.5 سنة أقدمية كي يتماشى معدل أعمارهم والأعمار الموازية والمعتمدة لرتبهم، إلا أن وزير المال آنذاك فؤاد السنيورة لم يوافق على مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع، وهذا ما سيعرضهم لمشكلة دورة 94 عند رتبة عميد. لذلك ترى المصادر أن الحل في إعطاء 1 سنة أقدمية لدورات 94 و2001 و2002 كما ويعوض على دورة عام 95 ب6 أشهر التي استفادت منها دورة 96 على الترقية لرتبة عقيد، وبذلك يرفع الظلم عن الدورات ما قبل انتظام عمل الكلية الحربية منذ عام 2003. رواند أبو خزام، قناة الجديد. أقر قانون تجريم إطلاق العيارات النارية في الهواء ودخل حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية في 2 تشرين من عام 2016، وجاء في نص القانون
كل من أقدم لأي سبب على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 8 أضعاف إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، ويصادر السلاح ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة. ما تخلوا أفراحكم خاتمة أفراح، مبادرة جديدة للتوعية من مخاطر السلاح العشوائي. احنا شركة جديدة صرنا فتحين تقريبا 1.5 سنة. السيرفيس اللي بنقدمها عالم بيقوصوا بالأعراس، عالم شغلتهم يقوصوا، مش مين ما كان يحمل السلاح ويقوص. يمكن تنقذك الفكرة، بس هيدي جزء من عادتنا وتقاليدنا. يا للأسف هذه حقيقة، وإطلاق النار هو فعلا جزء من عاداتنا وتقاليدنا. لكن ما سمعتموه ما هو إلا جزء من حملة أطلقتها إحدى منظمات المجتمع المدني لنشر التوعية حول مخاطر السلاح المتفلت وإطلاق النار العشوائي. إنه عنا فرقة مكونة من 5 أشخاص، عنا 4 رجال وحتى مرة بتقويس، كل واحد بيختلف سعره عن الثاني. في عنا اللي إحنا الفينتج كلاشينكوف. رح أوصي بعرسك؟ أنا اللي بدأ. إذا وافق العروسان تبدأ مهمة الشبان المتطوعين لإقناعهم بالعدول عنها وإطلاعهم على مخاطرها. حملة عم نقوم فيها من حوالي 6 شهور، عنا شركة وهمية اسمها إليغانز، وأنه نحن منقدم فرقة قويصة. إنما المؤسف في ناس كانت عم تتجاوب مع هالموضوع هيدا، إنما وقت بدها تيجي توقع العقد معنا، العقد هون عم نبدأ صفحة جديدة. هالعقد هو عبارة عن تعهد نحن يلي بدنا نتجوز إنه ما منقوص بعرسنا، وقدرنا هون ناخد ما يقارب 3000 توقيع، يعني 1500 عريس وعروس تعهدوا إنه ما بيقوصوا بعرسهم. القانون اليوم يردع، إنما ليس كافيا ليكون منظم للعلاقة مع هالقطعة هاي. نحن عم نجرب إنه أو بدينا هالحملة هاي تتروح بعدة اتجاهات، اتجاه توعوي واتجاه قانوني. نحن مثلا بالعام خلينا نقول 2005 بلبنان كان عندنا راعي قتلان بجنوب، ونحن بحالة حرب مع العدو الإسرائيلي. طيب إنما بالداخل شو كان عندنا؟ 270 قتيل بالسلاح عم بحكي. طيب هولي شو 270 قتيل؟ لا يستحقون خطط نتعاون كلنا سوا لتضييق هالهوة هاي؟ 90 ضحية قتلوا في 120 يوما هذا العام بسبب الرصاص العشوائي والسلاح المتفلت وفقا لأبي علم، على الرغم من جميع حملات التوعية السابقة. على أمل أن تكون هذه المرة خاتمة الأحزان. سنة السبلاني، قناة الجديد. بعد كلام وزير الخارجية جبران باسيل خلال المقابلة التلفزيونية والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتب وزير الخارجية جبران باسيل يرد ببيان ويقول إن الحديث مجتزأ. أثار كلام وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلة على قناة الميادين عاصفة من الردود والاستنكار، كلام الوزير الذي أتى رداً على سؤال عن تطبيع العرب مع الكيان الصهيوني. نحن بالنسبة لنا منا قضية إيديولوجية، نحن مش رافضين تكون موجودة إسرائيل بحقها أنه يكون عندها أمان، مش رافضين. نحن عم نقول بس بدنا كل الشعوب تكون عم بتعيش بأمان ومعترفة ببعض البعض ومعترفة بالآخر. فالقضية منا قضية عمياء، نحن شعب بدنا الآخر وعلى اختلافنا معه، بس لما الآخر ما بده إياكي أنا بسميها زلة. نحن بنفضل نحتفظ من جبران باسيل بصورة وزير خارجية لبنان اللي يتحدى زملائه العرب وتحدى الأنظمة العربية وقال لهم القدس هي محور وجودكم وهي عنوان كرامتكم، وبالتالي شخصية سياسية قالت هيك غريب. ما فيها ترجع تقول أنه نحن ما عندنا خلاف أيديولوجي. أنا مقتنع أنه هذا مش رأي مترسخ بمشروعه السياسي، مشان هيك قلت لك هيدي زلة. هو التعجيط العتاق بيطلعوا عند فئة من اللبنانيين بعد ما طلعت تماما من الجاتو، مع انه ميشيل عون طلعهم على حضن العروبة وعلى تحالف مع المقاومة، صاروا رأس حربة تيار كبير بالمنطقة. بس رغم ذلك مش معناتها انه هذا رأيه الحقيقي، بدليل انه مكتبه طلع تفسير. انا عم بيجي بقول هذا خطأ، ولكن هيدي زلة لسان. انا بفضل اشتغل عليها بعلم النفس التحليلي ولارجع لللاوعي الانعزالي اللي مفروض طلعوا منه التيار من زمان، بس بعده مشوار طويل بده وقت. كلام باسيل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،
ما دفع مكتب الوزير إلى إصدار بيان أوضح فيه أن ما يتداول في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي هو مقطع مجتزأ، حيث من الواضح أن الهدف من هذا الاجتزاء بحسب ما جاء في البيان هو تحريف موقف الوزير باسيل وتشويهه. وأكد البيان أن ما قاله الوزير على مر السنين وفي هذه المقابلة تحديدا من رفض لوجود كيان إسرائيلي أحادي ومغتصب لحقوق فلسطين ولبنان والحقوق العربية وبأن إسرائيل عدو للبنان لن يغيره أي اجتزاء. الوزير باسيل لا يؤمن إطلاقا أنه نحن ما في خلاف، ما في صراع وجود بيننا وبين إسرائيل، وإلا ما كان قال خطاب القاهرة. هذا لا يمنع أنه نحاكمه، ما تقلي تبرير، أنا لا أبرر، هذا ما بيمنع أنه نحاسبه، هو حاسب نفسه. أنت لما بتطلع بيان توضيحي تقريبا أنت محرج وعم بتقول لا ما قصدي هيك، قصدي هيك، رغم أنه كمان البيان غير مقنع بالنسبة لي كمواطن. ولكن شو بيقول البيان؟ بيقول أنه خي اعذروني نيتي منها هيك، مشروع السياسي منه هيك. واحد وقع مثل فارس السعيد بيرجع بيقول لك إياها اليوم، بيقول لك بدي أروح حج أنا تحت الجزمة الإسرائيلية. هو إطلاقا منه هيك الوزير باسيل. ولكن هاي الزلة الخطيرة، ما ترجعت اللي عم برر خطيرة، إنما هي أنا بحطها بخانة عدم النضج السياسي، نوع من الأمبية السياسية. وبالتالي خلينا نحاسب ونقول له معالي الوزير ما هكذا تولد الإبل يا معالي الوزير باسيل، من دون أنه ما نقول أنه لا هذا مشروعه السياسي. بيان باسيل أكد أن موقف لبنان من قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت، وهو مندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة واستعادتها كاملة، وضمن المبادرة العربية للسلام المجمع عليها في بيروت في أذار 2002، والتي لا يزال لبنان موافقا عليها. ظهر عام 2000 في اليابان للمرة الأولى هجوم أطلق عليه اسم وانجيري، وهي كلمة يابانية تعني رنة واحدة ثم أقفل، والهدف جعل متلقي الاتصال يفتح الخط أو يعاود الاتصال بالرقم المجهول، فيجري عندئذ سحب ما يعادل دولارا مقابل كل ثانية، ويجني هؤلاء ملايين الدولارات يوميا. والأرقام الواردة على هواتفكم هي من روسيا، باكستان، سنغال، ساحل العاج، نيجيريا والهند. هذا يكمل سيش شاهده معظم اللبنانيين على شاشات هواتفهم الخلوية كمست كول بشكل مكثف، وأيضا مست كولز من جميع هذه الأرقام المجهولة من دول مختلفة وخصوصا دولا أفريقية. أصابت هذه الحالة المشتركة بين جميع الناس بهلع، وانتشرت شائعات عدة ونصائح مغلوطة بدأت تتناقل عبر الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأهمها سحب كل داتا الهاتف الخلوي من معلومات وصور وفيديوهات، وهذه المعلومة خطأ كلي. واللي صار أنه منه خرق لتليفونكم ولا بياناتكم الشخصية، فما لازم العالم تخاف من الشيء اللي صار. مجرد أنتم عدم الاتصال بهذا الرقم تقريبا بتكون حميتوا حالكم. أفضل نصيحة للناس أنه ما يرجعوا يتصلوا بهذا الرقم، لأنه عند الاتصال بهذا الرقم رح يتم تشريجهم اتصال دولي مش عادي، اتصال دولي عالي الكلفة كتير. فلذلك أول نقطة عدم الاتصال بهذا الرقم، هذه أهم شيء. النقطة الثانية اللي حابب أذكرها أنه ببعض البلدان هذا النوع من الاتصالات إذا ردينا عليه ممكن نحن نتحمل كلفة الاتصال. لذلك على شركات ألفا وتاتش يبرروا هذا الشيء ويأكدوا لنا أنه هذا منه متاح بلبنان. بحسب عدد من الناشطين الخبراء بمجال تصفح الأمن الإلكتروني، فإن هذه الحالة ذاتها اجتاحت العالم عام 2000 من اليابان بهدف سحب الأموال. حاول التواصل مع شركتي الاتصالات ألفا وام تي سي ولكن من دون جدوى. كثير في خدمات ألفا وتاتش عم بيجبرونا فيها، مثل رنات وسمعني، وعم بيجبرونا فيها وبنرجع نحن بندفع حقها من دون طلبنا هيدي الخدمة. لذلك كمان هيدا نوع من عمليات الاحتيال اللي عم بتصير، فلازم كمان ألفا وتاتش يشيلوا هيدي الخدمات يلي عم يجبرونا فيها. ونذكر الجميع مجددا لا تعاودوا الاتصال، وانتبهوا من التطبيقات التي تحملونها على هواتفكم. يمنى فواز، قناة الجديد. تغريدة لميقاتي تطيح معملا للفرز، ونفايات طرابلس تعود إلى جبلها في انتظار المحرقة أو المطمر.
لم تمر 24 ساعة على تغريدة الرئيس نجيب ميقاتي التي حسم فيها أن الروائح الكريهة في طرابلس سببها معمل الفرز في الميناء، حتى أصدر اتحاد بلديات الفيحاء قرارا قضى بإقفال المعمل الذي تديره شركة AMB منذ 6 أشهر بعد فوزها بمناقصة أطلقها الاتحاد نفسه. القائمون على المعمل يستنكرون القرار ويلمحون إلى أسباب تفوق الروائح أدت إلى إقفاله، خصوصا أن معملهم ملاصق لجبل النفايات الذي تديره شركة باتكو، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن سبب الروائح. لا أكيد قرار سياسي، يعني كلنا واقفين هون، حتى هلأ عنا أعضاء بلدية من بلدية المينا أجوا لعنا، ما عندهم فكرة أبدا عن المعمل. هلأ أول مرة بيجوا بيتعرفوا على المعمل، استغربوا أنه هون ما في ريحة، أوكي؟ ونحن بعتين كتاب ب 21/10 مخبرينهم عن الحيطان بالمطمر اللي واقعة، عن الماي اللي عم تنزل علينا من حيطان المطمر، يعني في صور وفي فيديوهات. بس هلا اي جهه سياسيه، اي طابور دالت عم يتدخل لتوظيف المعمل بحجج تافهه منا مقنعه ابدا. شركه منا هي اللي مصممه المشروع انه نحن بدنا نفرز هيك ونطلع ريحه او شيء. نحن في وزاره مسؤوله عنا، في مهندسين استشاريه بيجوا دائما لهون، وفي ناس من قبل الوزاره بتيجي على طول على المعمل، وزاره الشؤون التنميه الاداريه. تغريدة ميقاتي وقرار الإقفال سبقهما بساعات قرار من وزيرة شؤون التنمية الإدارية قضى بوقف العمل في المعمل إلى حين إجراء بعض التعديلات، وهكذا هيئت الأرضية تماما لإقفال معمل الفرز، وبدأ الترويج لإنشاء محرقة على لسان رئيس اتحاد بلديات الفيحاء أحمد قمر الدين، الذي تمنى على الحكومة البدء بإنشاء معمل للتفكك الحراري، فيما عبر أعضاء من بلدية الميناء عن ارتياحهم إلى قرار الإقفال. إلى 7 شهور القصة صايرة، ما حدا عم يرد علينا. من بعد الاعتصام نتفاجأ اليوم الحمد لله عملوا اجتماع الاتحاد وعطوا قرار بتسكير الـAMB. اوكي ماشي، اذا الـAMB هي السبب، والشباب هلا عم تقول ان الـAMB منا السبب، اوكي خلي الـAMB تسكر شهر او جمعة او 15 يوم، اذا دلت الريحة بقلب طرابلس، عرفت علي كيف، معناته الـAMB منا السبب. وهكذا تكون طرابلس قد ابتعدت عن مبدأ الفرز الذي تغنى به وزراء البيئة على مدى اعوام، أما الضريبة الكبرى الأخرى فسيدفعها هؤلاء. هلأ صورة الريحة عم تزعجكم؟ ما شاء الله، إن 90 سنة بنحكي بالمكاب، هذا المشروع الوحيد اللي عم يشغل فقراء طرابلس. ولا فيشات 3/4 سوريين، نحن أولاد هالمنطقة، أولاد هالبلد، ما خلونا السلام بدون يقطع رزقتنا، ونحن اللي بدي يقطعنا رزقتنا بدنا نقطع رقته مين ما كان يكون. الريحة من فوق من المطمر، هيدا الشيء تراكم 22 سنة، هلا اجت هيدي الشركه عم تخلصكم من النفايات اللي تراكمت علينا بسببكم، اجيتوا بكم سكروها للشركه. نحن عنا كلياتنا عيال واطفال وبدنا نعيشهم، واللي بدي ياكلنا لقمه عيشنا ما حيصير خير. الى نقطه الصفر عادت قضيه النفايات في الفيحاء مع العوده الى المكب القديم بلا فرز وبلا معالجه. تغريدة واحدة كانت كفيلة للإطاحة بمعمل الفرز، فيما عشرات الاعتصامات على مدى أعوام لم تفلح بزحزحة بحصة واحدة من جبل النفايات. من طرابلس، نعيم برجاوي، قناة الجديد. بعد الإعلان، السجن وإلا الثأر. مرهم السنيورة وأبو العباس بعد الخزعلي. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة ترندز مع الزميلة نور صومة. مرحبا، بداية أخبارنا من الخارج مع انتشار صور لافتتاح تمثال أمام مركز تسوق بوسط مدينة تايوان بالصين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وأشار الناشطين من خلال تغريداتهم إلى أن وجه التمثال الجديد شبيه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل الشعر والنظرة ورفعة الأصبع، تماما مثل افتتاح سنة الديوك السنة الماضية بتمثال الديك يلي كمان انعمل على شكل ترامب، وسموه المغردين التمثال ترامب دوغ ليصير هالاسم الهاشتاج الأكثر تداولا بآخر يومين.
تم تداول فيديو مؤثر جدا لزيارة الوزير السابق نقول الصحناوي لمناسبة عيد الميلاد للطفل مارون أزي يلي تعرفنا عليه من فترة وحبيناه من خلال الفيديوز الطريفة يلي كان ينشرها على السوشيال ميديا. مارون موجود هلأ بروما عم بيتعالج على نفقة قوى الأمن. الفيديو عم بيلاقي تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بمارون. من وين؟ من إيطاليا من مستشفى بومبينو جيسو. كل مرة بدنا نجي عندك بدك تشكرنا خلص عيب. تفضل فخامة الرئيس. الو فخامة الرئيس ميشيل عون كيفك؟ مين هالصبيحة؟ ايه صحتي كتير منيحة نشكر الله. ان شاء الله بتصحى منيح منيح وبتشغل عنا عالاثنين. انا حابب اعملك زيارة سبرايز هيك بالقصر هيك شوفك. اي اهلا وسهلا فيك تكرم عينك. كانوا يومين حلوين كتير. باي انا خبرنا اذا عجبوك الفيلم ايه شوفه. اوكي ايه انا هون بقول مباشرة من الاشرفية بنحبك وينعاد عليك وان شاء الله بنشوفك قريبا بيناتنا صحة كاملة. لكن نروح من حقها لك ومنياتك واحدة واحدة بس المهم تكون بيناتنا. لهون منكون وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك وفيكن تتابعونا على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. بعد تخلية سبيل بلال الزعبي أحد المشاركين في جريمة قتل الشاب بسام أسعد قبل 8 أشهر، أهالي بلدة بيت يونس العكارية يهددون بانتزاع حقهم بأيديهم إذا لم يعد القاتل إلى السجن. بتروحي يطلب من الكذا إنه يقتلوا ابن مثل ما قتلوا ابنه. لزنوه ولا خطوه؟ ليش بده يسافر يعيش مرته يعيش أميرة ويعيش أولاده ويعمر لأولاده ويعيش أولاده ويقعد مثل ست وست من الستات؟ ليش بدن منه أشقلن معه؟ طالبنا بدنا القضاء اللبناني يتحرك يردوا على الحبس أو والله العظيم وأنا عم قلت من مسؤول عن كلمتي ما بيرجع على الحبس اليوم خلال 24 ساعة نحن بدنا نجيبه من قلب بيته. بس نحن عنا ثقة بالقضاء اللبناني ناطرين من الرد. إذا ما رجع الحبس نحن بناخذ حقنا. عم يتجول ويتسول بساحة حلبة بسيارته، يعني تصور سجين له أيام طول من الحبس عم يكذر بحلبة. طيب هذا القضاء اللبناني بيقبل هيك؟ إذا بيقبل القضاء اللبناني أنا في عندي هون 50-60 شاب وكلهم مصلحين ما فيني. من مطار بيروت الدولي النائب محمد قباني يناشد المسؤولين المبادرة إلى تعيين الهيئة العامة للطيران المدني. تفقدت لجنتا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مطار بيروت الدولي برئاسة النائب محمد قباني واجتمعتا بالمراقبين الجويين واطلعتا على أوضاعهم ومشكلاتهم لا سيما لجهة المماطلة في تعيين الناجحين منهم بمباراة مجلس الخدمة المدنية التي جرت قبل أشهر بذريعة التوازن الطائفي كما أوضح قباني في مؤتمر صحفي عقب الجولة. هذا الواقع ولح جرب اختصر لأنه عندنا مذكرة تفصيلية بس حاختصر. في 25 مراقب نجحوا بمجلس الخدمة المدنية من حوالي 4 أشهر لم يعينوا للتوازن الطائفي. مصلحة صيانة الأجهزة طلبوا 19 فني لم يوظفوا لنفس الأسباب التوازن الطائفي. وأنا أعلن من هنا أن التوازن الطائفي هو أكل هوى
معيب، عيب علينا كشعب لبناني وكحكومة لبنانية وكمجلس نيابي لبناني وكسلطة سياسية كلنا سوا نضل نحكي بالتوازن الطائفي. هيدا مطار بيروت، هيدا مش بس وجه لبنان، هيدا أكتر مرفق حيوي وحساس وخطير نجي منطبق عليه التوازن الطائفي. وهدول فئة رابعة يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على هالبلد. هلأ نحن سنطالب خلال أسبوعين، اولا الحل الجذري هو يبدا بتعيين الهيئه العامه للطيران المدني، هيدي طالعه من 17 سنه ولم تعين حتى الان. فاذا خلال اسبوعين نطالب بتعيين الهيئه العامه للطيران المدني، بتعيين ال 25 مراقب و 19 فني المباشره بتدريب الجميع في معاهد مختصه في اوروبا، والا بعد اسبوعين انا سادعو المراقبين الجويين إلى إضراب وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي لمدة 24 ساعة. وأكد قباني أن لجنة الأشغال ستواصل الضغط باتجاه إعلاء شأن المطار وإعادته إلى مركزه الريادي بين مطارات العالم، لا سيما وأنه من أهم المرافق الاقتصادية في لبنان، محملا السلطة السياسية مسؤولية المشكلات التي يعانيها المطار والعاملين فيه. الرئيس فؤاد السنيورة يرى أن الوطن بحاجة إلى إصلاحات حقيقية لمواجهة الأعاصير المختلفة، لا إلى مراهم ومعالجات جزئية. أمل الرئيس فؤاد السنيورة العودة إلى احترام الدستور وصيغة الطائف وإعادة الاعتبار والهيبة إلى الدولة. كلام السنيورة جاء في أثناء جولته على مطار نتصيدا للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، حيث زار للغاية مطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، ومطرانية صيدا وسور ومرجعيون للروم الأرثوذكس، ومطرانية صيدا ودير القمر للموارنة. هذه الظروف التي نعيشها ظروفا ليست سهلة، وهي صعبة، وهي تقتضي منا العودة إلى ما كان قد اقتضانا ذلك منذ عقود عديدة، بأن نقوم بالإصلاحات اللازمة من أجل يعني تمكين وطننا لبنان من أن يصمد في وجه الأعاصير المختلفة. مطلوب الآن هو أن نقبل على عملية الإصلاحات الحقيقية التي نستعيد فيها للدولة دورها وهيبتها وسلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. المعالجات التي كانت تقتصر على ما يسمى المراهم القليلة من هنا وهناك والمراهم المعالجات الجزئية، هذا ما عادت تكفي. وزار السنيورة سوق صيدا التجاري وجال في أرجائه. الحكم بالإعدام على الناطور السوري باسل الحمدة قاتل ريش دياق. أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة قتل ريش دياق، وطلبت عقوبة الإعدام للمتهم السوري باسل الحمدة. اعترف المتهم بأنه علم بحضور الشدياق إلى منزلها بمفردها، فدخل الفيلا وبحوزته سكين وأربطة بلاستيكية لتقييد الضحية. أقدم على تكبيل يديها ورجليها ووضع لاصقا على فمها، ثم طلب منها المال الذي لم يكن متوافرا معها، وبعد ذلك اعتدى عليها ثم قتلها واضعا كيسا من النيلون على رأسها ليحجب عنها الهواء، ثم عمد إلى ترتيب موقع الجريمة والتخلص من الأدوات المستعملة بعد إزالتها عن جسد الضحية قبل أن يغادر ليتابع حياته المعتادة. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت أنه عثر على اللبنانية الشابة ريش دياق جثة داخل منزل ذويها في مزيارة قضاء صغرتة، ونتيجة للتحريات حامت الشبهات حول الناطور باسل الحمدة، وقد تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه، وتبين وجود آثار خدوش أظافر على جسمه نتيجة مقاومة المغدورة له. بعد زيارة زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي لجنوب لبنان التي أحدثت جدلا واسعا، تداول ناشطون على تويتر صورا للحاج حمزة أبو العباس قائد لواء الإمام الباقر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وجاءت الزيارة بعد أقل من شهر على ظهور الخزعلي في مقطع فيديو إلى جانب أحد قيادات حزب الله وهو يجول في جنوبي لبنان. بعد الإعلان العبادي يطلق إعادة الإعمار.
وضياع الحلم الكردي. أهلا بكم من جديد. بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي عن كل الأراضي العراقية وتثبيت وحدة العراق بإسقاط المشروع الانفصالي الكردي سلما واستعادة المعابر الحدودية، أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة على الفساد ولإعادة إعمار البلاد التي تدمرت بفعل الغزو والحروب الداخلية والإرهاب. وأكد العبادي التزام حكومته إجراء الانتخابات في موعدها وفق الدستور العراقي والعمل توازيا على إعادة النازحين إلى مناطقهم تحضيرا لأوسع مشاركة، كما دعا بعثة الأمم المتحدة إلى عدم تبني مشاريع مصالحة خارج العراق وعليها التزام قوانين الدولة العراقية. ولدينا أيضا إجراءات كما أعلننا لمنع استخدام السلاح في النزاعات العشائرية، وهذا يتطلب مساعدة والتنسيق من قبل جميع المهتمين في هذا الجانب، سواء حكومات محلية أو عشائر أو وجهاء في هذه المناطق. على ضوء توجيهاتنا لتحسين الخدمات في عموم العراق خصوصا في مرحلة ما بعد النصر اللي أكدنا عليه، تم عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، سواء لجان تتعلق بالسكان والإسكان وكذلك تتعلق بالطاقة، بحضور فنيين وخبراء من النفط، الموارد المائية، ومن أيضا الكهرباء، قطاعات الكهرباء. وتمت مراجعة شاملة لموضوع جباية الكهرباء بالذات. عام 2017 سنة ضياع الحلم الكردي بدولة. عاش العراق عام 2017 واحدا من أخطر المنعطفات التي كادت تطيح خريطته. منذ نشأته في مطلع العشرينيات القرن الماضي، وبينما كان يقترب من حسم معركته لاستعادة ثلث مساحة البلاد من قبضة داعش، اضطرت حكومته إلى مواجهة حلم الأكراد في الانفصال، وأعادت حدودهم إلى ما قبل سقوط النظام السابق عام 2003. وقاد الرئيس السابق للإقليم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني الاستفتاء على الانفصال في وقت كان الإقليم يعاني أزمات سياسية ومالية في موازاة رفض وضغط مارستهما الدول الغربية بقيادة واشنطن إلى جانب تركيا وإيران لتأجيل الخطوة، إلا أن البرزاني برر المضي في قراره عدم تلقي الأكراد بدائل للبقاء في إطار الدولة العراقية. أثار الموقف مخاوف حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واعتبرته تقسيما أحادي الجانب، فحركت قواتها وطوقت الإقليم وأعادت انتشارها في المناطق المتنازع عليها مدعومة بموقف المجتمع الدولي. اضطرت البشمركة إلى الانسحاب سريعا وخاضت قتالا محدودا، وتمكنت القوات الاتحادية في غضون أيام من استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها. هذه التطورات شكلت ضربة للمكاسب التي حققها الأكراد طوال ربع قرن منذ انتفاضتهم على النظام السابق عام 91 إثر انهيار القوات العراقية في حرب الخليج الثانية، بعدما تمتعوا بحكم شبه مستقل بدعم غربي، وحققوا مكاسب إضافية في مرحلة كتابة دستور جديد للبلاد وإقرار النظام الفيدرالي في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003، ومن ثم وسعوا حدودهم إثر انهيار القوات الاتحادية أمام اجتياح داعش ثلث مساحة البلاد وإعلانه دولة الخلافة في العراق والشام. ويرى مراقبون أن الخطأ في توقيت إجراء الاستفتاء من دون غطاء دولي وإقليمي أعاد الأكراد إلى المربع الأول ليؤجل حلمهم بالاستقلال ربما إلى عقود أخرى. بوتين لضباطه: أنتم حسمتم هزيمة القوة الإرهابية في سوريا التي هددت الحضارة كلها. كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنودا وضباطا روسا تميزوا في خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية في سوريا، وقلدهم جوائز وأوسمة في خلال حفل أقيم في الكرملين. بوتين أكد في خطاب ألقاه للمناسبة أهمية دور روسيا في حسم هزيمة الإرهابيين. أكثر من 48 ألف عنصر من ضباطنا وجنودنا شاركوا في الحرب السورية خلال ما يزيد عن عامين، يمثلون كل القطاعات العسكرية. لقد نفذتم بشكل ممتاز المهام الصعبة في الأراضي السورية، وعدتم إلى الوطن وإلى ذويكم
منتصرين. ستبقى نقطتان لنا في سوريا للعمل بشكل دائم، وهما قاعدتا حميميم وطرطوس، وهما قلعتان لحماية مصالحنا القومية. وفي سياق آخر، أعلن بوتين أن الانفجار الذي وقع داخل مركز تجاري في بيترسبورغ هو عمل إرهابي، مضيفا إنه أصدر أوامر إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعاملة هذه المجموعة بحزم، وأنه لا داعي إلى القبض عليها، بل يجب تصفيتها في المكان نفسه. أعلنت الحكومة الأمريكية عن تخفيضات كبيرة في التزاماتها تجاه ميزانية الأمم المتحدة لعامي 2018 و2019، ما عدته صحيفة الجارديان البريطانية محاولة من الإدارة الحالية للضغط على المنظمة لجعل سياستها تتماشى مع المصالح الأمريكية. وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان إن ميزانية العام القادم ستنخفض بما يزيد على 285 مليون دولار، كما أنه ستجرى تخفيضات غير محددة في مهمات الإدارة والدعم للأمم المتحدة. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: لن نسمح بعد ذلك باستغلال سخاء الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أنه كان من المعروف على نطاق واسع أن الإنفاق على الأمم المتحدة كان كبيرا جدا وغير فعال. ورأت الجارديان أن توقيت الإعلان الأمريكي رسالة واضحة للعالم بعدما صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام لصالح قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن واشنطن يجب أن تساهم بنحو 22% من الميزانية المخصصة للأمور التشغيلية السنوية، أي نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2018، علاوة على 28% من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية المقدرة بنحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها. وننتقل إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مرحبا. منى واصف، ومين ما بيعرف مين منى واصف؟ هالممثلة القديرة اللي ما ممكن إلا أن تكون إضافة لكل مسلسل وفيلم بتشارك فيه. جديدة علاقتها بالصباح برودكشن وحياتها، منتابع سوا هالتقرير. هل في من المفاجآت رح ننتظرها من شخصيتك بالدور؟ خبر ما بقدر خبرك، لأنه أنا محلفين يمين هي ليكو الأستاذ صباح أنه ما نحكي فيه، بتعرف الناس عم تستنى وهذا، بس أكيد في شيء جديد. رح تكوني معهم لما صوروا بدمشق ولا رح تكوني بلبنان؟ يعني سافرت، بس قلي لي سافرت ولا كنت؟ لا 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 ما حتكون، ما بعرف. طيب خليها مفاجآتي. طيب خلاص، انت ماضي مع الصباح ولا في اعمال اخرى عم تقومي؟ لا انا السنه ما حقدر اعمل عمل ثاني مع اي حدا، لانه بدنا نبدا بشهر 2 يلي هو شباط، اذار، نيسان، ايار. ما ممكن اعمل مثلا عمل ثاني عرضوا علي بالشام، لانه صعب مشان يقوم ينقطع الطريق، بتعرفي الثلوج ومدري ايش، صعبة إني أنا أرتبط بعمل ثاني. أنا بالشام. مع مين بالشام؟ مع العائلة؟ أنا ابني عمار بأمريكا. في إلي أخت بحبها كثير توفت. في توفوا كثير أنا ناس بحبهم وكمان رفقاتي. بس أنا ما بحس حالي إني وحيدة، أولاً لأني امرأة قارئة، بعدين ما عندي وقت، أنا امرأة عاملة بشتغل بعمل مسلسلين ثلاثة بهذا، وحياتي مليئة. أصلاً أي حدا بيقرأ بيعرف شو معنات إنه ما بتشعري بالوحدة، عادي عادي، وبشعر جوا باستقرار وبأمان، وأحياناً في وجع، طبعاً في وجع يلي الشيء صار بيوجع، بس هيك الحياة لما بيقولوا سيلافي. هيدا كان كل شيء بالنسبة لفن الخبر. كان في النشرة عون: القضية ليست عسكرية بل سياسية. هاي كلها المخالفات صارت، بس هلا ما بتصير ولا حدا بتاخد حقه. وبري: هناك دستور فليطبق، ويستقبل السفير السوري. العدو الإرهابي والعدو الإسرائيلي كلاهما وجهان لأملة واحدة. بين 94 و2001 حقوق محفوظة وأخرى في الحفظ. ضرب
هيبة القضاء غير منفذة أحكامه، وتحكم مشيئة الفريق الخاسر في الدعوة إذا كانت الدولة ما بتنفذ. أرقام مجهولة تغزو هواتف اللبنانيين، أحذروها. لأنه عند الاتصال بهذا الرقم رح يتم تشريجهم اتصال دولي مش عادي، اتصال دولي عالي الكلفة كتير. تنسيق الرصاص في مناسبات الأعراف. طب هولي شو الـ270 لا يستحقون خطأ؟ السنديانة الدمشقية لفن الخبر. ما بيقولوا سيلابي. وسان نيكولا في فرنسا. ألو فخامة الرئيس ميشيل عون كيفك؟ ختم النشرة، شكرا للمتابعة. وأنا أعود وألتقي بكم عند 11:30 في النشرة الليلية. تصبحون على خير.